الاقتراح هذا الزميلي سيد وزير الصحة اللي راح يقدمه لي اللجنة العلمية لدراسة إمكانية فتح المنشآت الرياضية العامة والخاصة شريطة القيام بالتلقيح، يعني للناس اللي يدخلوا لهذه المؤسسات يقدموا ان باس سانيتير بيان سور بالإضافة إلى بروتوكول صحي خاص بهذه المنشآت. إذا كان قدرنا ننجح في هذه العملية راح أولا ترجع الملاعب وترجع المؤسسات الرياضية إلى حالتها الطبيعية بالجمهور نتاعها، وحتى القاعات لا ميسكولاسيون ولا لي سال دو جيم نتاع الخواص أيضا ترجع للحياة الطبيعية.